السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نتحدث اليوم عن عادة من عادات العرب الطيبة اللي تمتع فيها أغلب العرب إلا ما ندر، وحصرا عند العرب هذه العادة، لأن باقي الشعوب ما يهتمون بها نهائي. تعالوا نتعرف على هذه العادة. نتكلم اليوم عن عادة طيبة من العادات اللي يتمتع بها العرب حصرا، ألا وهي عادة الشهامة. والشهامة والنخوة طبعت على الإنسان العربي، جبل عليه الإنسان العربي. لا يمكن عربي يمر عليك أو على أي إنسان معين في ظرف، بغض النظر يعرفه ما يعرفه، في ظرف يحتاج فزعته وما يفزع لك. بأضعف الإيمان يسألك وش السالفة، يتطمن عليك، يحاول يقدم أي مساعدة يقدر عليها. صك الباب، صك الباب. زين، وهذه الحادثة حدثت معي شخصيا قبل فترة بسيطة، يمكن أقل من شهر. كنت في سفرة للمملكة العربية السعودية بالسيارة، وأثناء سفري وبالطريق تفاجأت في تحويلة في الطريق. التحويلة هذه تضطر تنزل عن القار تاخذ يمين او يسار، مسوين لك الطريق، لكن انا انحرفت زيادة عن المحل اللي مخصصينه ونزلت برملة ثقيلة. انا ما كنت اتوقع انها في رملة ثقيلة، ولا كنت اتوقع السيارة تغرز، لان فيها دبل او فيها رباعي، ومع ذلك غرست. ما في يعني العملية دقائق بعد ما غرست ووقفت طالع السيارة يمين ويسار وش صار فيها وليش نزلت واي تاير اللي نزل، ولا عندي ثلاث اربع سيارات صف، وكل ما تمر سيارة توقف، من سعوديين من قطريين من اماراتيين من جميع الناس. الخط اللي كنت فيه تمر عليه عدة سيارات من كل دول الخليج. شيء يشرح الصدر. وبعد ما وقفوا عندي وعرفوا ان المسألة تغريز، واحد من الشباب رجع سيارته، وكان عندي حبل قلص، وركبنا القلص وبدأ يبي يسحب السيارة. طلع القلص من النوع الردي، او حبل السحب من النوع الردي، وانقص، ما سحب السيارة، انقطع. وش سوى هذا الشهر الرجل؟ طق سيارته سلف وراح يمكن حوالي 20 كيلو روحة و 20 كيلو ورجعة، جاب قلص وركبنا في السيارة وسحبنا السيارة. أي شخص غير هالناس هذه اللي فيها بروس هالنخوة، بروس الشيمة، بروس هالشهامة، أي ناس يهتم لهذا الأمر، لو أمريكي ولا بريطاني يقول لك هوات ويمشي عنك. زين، لكن العربي لا يمكن يتركك، يعرفك ما يعرفك، انت بحاجة المساعدة، وقدر ما يستطيعه يساعدك. وهذه صفة حميدة تمتع فيها أغلب العرب، إذا مو كل العرب بالمطلق، إلا ما ندر. هذه الموضوع وهذه النقطة حبيت أثيرها لهذا اليوم، لأن حقيقة نسأل الله
ان يديمها علينا جميعا، لان اذا راحت النخوة من رؤوس الرجال معناتها المسألة على الله العوض. النخوة تعني الفزعة، النخوة الغيرة على الدين، على العرض، على الأخو، تفزع لأخوك العضيدك، أمور كثيرة تترتب على هذه العادة أو هذه الصفة الطيبة التي يتمتع بها العرب. ويمكن بعض المسلمين، ما بيظلم الناس، أنا بعض المسلمين قد يتصفون بهذه الصفة. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.